بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. ومع هذا المقال حول كوفيد-19. إذن كما نلاحظ على هذه الجريدة بلان في، كما نتكلم عن حياة مليئة أو في خضم الحياة. كوفيد-19 attention aux fausses attestations de vaccination se vendues sur internet. Attention aux fausses attestations de vaccination se vendues sur internet. Covid-19. Attention aux fausses attestations de vaccination se vendues sur internet. انتباه الى الوثائق المزوره الى الشهادات المزوره de vaccination الخاصه بالتلقيح se vendues المباعه. هنا تنبيه الى الشهادات المزوره الخاصه بالتلقيح المباعة التي يجري بيعها على الانترنت. سوفوندي كما نقول المباعة التي يجري بيعها سوغ انترنت على الانترنت. سوغ انترنت دو فوس اتستاسيون دو فاكسيناسيون سيركول. اذا على الانترنت هناك شهادات مزورة دو فاكسيناسيون خاصة بالتلقيح سيركول سيركول سيركولي جرى جرى يجري أو نتكلم عن فعل انتشر. إذن هذه الشهادات تنتشر على الإنترنت. سوغ إنترنت دو فوس أتيستاسيون دو فاكسيناسيون سيركول. إذن دي فوندور بروبوز لور سيرفيس سوغ لي ريزو سوسيو بور بليزيور سونتين دورو. إذن بائعين دي فوندور، نتكلم هنا عن البائعين، تأتي من فعل فوندر فعل باع. إذن دي فوندور بروبوز أنهم يقترحون لوغ سيرفيس، يقترحون خدماتهم. طبعا عندنا لو فير بروبوزي فعل اقترح. إذن هؤلاء البائعون يقترحون خدماتهم سوغ لي ريزو سوسيو، سوغ لي ريزو سوسيو على الشبكات الإجتماعية بور بليزيور سونتين دورو، بور بليزيور سونتين دورو لعدة مئات من الأوروات. المقصود هنا مقابل مئات الأوروات. انترنت هو ليو دو ترافيك اون تو جونغ. إذا الانترنت هي واحد المكان عالي. انترنت هو ليو دو ترافيك اون تو جونغ. إذا الانترنت هي واحد المكان عالي. المقصود هنا نتكلم عن مكان أقوى دو ترافيك للحركة. لحركة ما اون تو جونغ بكل أنواعها. إذا طبعا الإنترنت هي واحد المكان قوي تكثر فيه الكثير من الحركات. ترافيك كما نتكلم عن حركات السير، أو نتكلم أيضا عن التجارة غير مشروعة، أو نتكلم عن تجارة غير مشروعة. إذا إنترنت هو ليو دو ترافيك أون تو جونغ. إذا نتكلم عن الإنترنت بأنه مكان قوي. هنا عندنا مكان عالي دو ترافيك للتجارة المحرمة أون تو جونغ بكل أنواعها، بما فيها تجارة البشر إلى غير ذلك. هناك جانب أسود في الإنترنت وهو الأكبر في الحقيقة، أكبر مما نعرفه نحن الآن طبعا في المواقع المعروفة. هاد المواقع الخافية طبعا أن تجري عليها كل أنواع المحرمات. selon une enquête menée par BFM TV، إذا حسب تحقيق قادته قناة BFM، des offres pour de faux certificats de vaccination circulent désormais sur Internet. إذن des offres، إذن نتكلم عن عروض هنا. pour de faux certificats de vaccination circulent désormais sur Internet. des offres pour de faux certificats de vaccination circulent désormais sur Internet. إذن نتكلم عن عروض لشهادات مزورة de vaccination للتلقيح circulent désormais أنها تتحرك حاليا. تتحرك كما نقول، أو أن بمعنى آخر تنشط. تتحرك أو بمعنى آخر أن تنشط. ديزورمي ديزورمي يعني من الآن فصاعدا. هذه الكلمة ديزورمي، كلمة ديزورمي يعني من الآن فصاعدا سوغ انترنت. إذا طبعا في الوقت الحالي الذي نحن فيه، وقت الوباء، وقت تسليم هذه الشهادات للملقحين، طبعا في هذا الوقت فصاعدا ستنشط هناك عدة عمليات من هذا النوع لبيع شهادات
التلقيح المزور. Des offres pour de faux certificats de vaccination circulent désormais sur Internet, et particulièrement sur les réseaux sociaux. وخاصة على الشبكات الاجتماعية, et particulièrement وخاصة sur les réseaux sociaux على الشبكات الاجتماعية. Ainsi, وهكذا. Sur le compte Snapchat, على حساب Snapchat d'un utilisateur لمستعمل ما, on peut lire cette annonce. يمكننا أن نقرأ هذا الإعلان. إذن على موقع خاص بسناب شات d'un utilisateur لمستعمل ما, لشخص ما يستعمل سناب شات, on peut lire cette annonce. يمكننا أن نقرأ هذا الإعلان. Pour tous ceux qui veulent pas se vacciner et être considérés comme vaccinés, contactez-moi, ce n'est pas gratuit, bien évidemment. Et donc pour tous ceux, les coulis ladina qui veulent pas se vacciner, ladina yuriduna an yulaqahu, et être considérés wa an yakunu mu'tabarin comme vaccinés, kamulaqahin, contactez-moi. اتصلوا بي او اتصل بي او اتصلوا بي الى غير ذلك. سوني با غراتوي, ليس هذا مجانا. سوني با غراتوي, ليس مجانا بيان ايفيدامون, بطبيعه الحال كما نقول. لكل الذين لا يريدون ان يلقحوا وان يعتبروا كملقحين, بمعنى اخر وان يتم اعتبارهم كملقحين, اتر كونسيديري كون فاكسيني, contactez-moi. اتصلوا بي او الاتصال بي, ce n'est pas gratuit, bien évidemment, ليس مجانا بطبيعة الحال كما نقول بديهيا, كما نقول بديهيا. Un processus bien rodé, un processus bien rodé, كما نقول مسار جد محبوك, كما نتكلم عن اجراءات جد محبوكة او مسار جد محبوك الى غير ذلك. Selon les explications de l'auteur du texte, les intéressés doivent se présenter en centre de vaccination selon les explications de l'auteur. إذن حسب شروحات الكاتب, طبعا كاتب النص الذي ذكرنا الآن الذي قرأناه الآن, pour tous ceux qui veulent pas se vacciner et être considérés comme vaccinés, contactez-moi, ce n'est pas gratuit, bien évidemment. إذن صاحب هذا النص يشرح, selon les explications de l'auteur, حسب شروحات الكاتب du texte, كاتب النص, les intéressés doivent se présenter en centre de vaccination. طبعا الذين يهمهم الامر, les intéressés, كما نقول المهتمين. طبعا نتكلم احيانا على لو فيرب سانتيريسي, يعني انك تهتم بشيء. اذا les intéressés, اذا نتكلم على المهتمين, doivent se présenter, عليهم ان يحضروا en centre de vaccination, الى مركز التلقيح, et prétendre avoir, وأن يزعموا avoir déjà eu, يعني من قبل كان عندهم لو كوفيد 19 au mois d'octobre, بأنه كان عندهم من قبل كوفيد 19 في شهر أكتوبر. طبعا كما نعرف بأن الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الوباء ثم تجاوزوا بسلامة أنه يصلح لهم فقط تلقيح واحد. إذن طبعا هنا يطلب من الأشخاص الذين يريدون الحصول على الشهادة, شهادة التلقيح, بأن يتقدموا إلى مركز التلقيح ثم يدعوا بأنهم قد سبق لهم أن أصيبوا بوباء كوفيد 19 ومواد أكتوبر في شهر أكتوبر. Pour rappel, إذن هذا الذي قلته الآن سيشرح هنا. Pour rappel, كتذكير, une dose unique de vaccin, إذا نتكلم عن جرعة واحدة, une dose unique, إذا نتكلم عن جرعة واحدة دو فاكسان للقاح, سوفي, سوفي أنها تكفي. طبعا نتكلم عن لو فيرب سوفيغ, pour les personnes infectées au Covid 19, إذا جرعة واحدة تكفي, pour les personnes infectées, للأشخاص المصابين au Covid 19 بكوفيد 19, 3 à 6 mois avant le jour, المصابين بهذا الوباء 3 à 6 mois, يعني من 3 إلى 6 أشهر avant le jour de leur vaccination, avant le jour de leur vaccination, قبل يوم تلقيحهم.
إذا الأشخاص الذين عليهم أن يتلقوا هذا اللقاح طبعا جرعة واحدة طبعا عليهم أن يدعوا بأنهم قد سبق لهم الإصابة بهذا الوباء من 3 إلى 6 أشهر فيما سبق. طبعا يجب أن يكون هذا التلقيح بمعنى آخر بعد 3 إلى 6 أشهر بعد إصابتهم بهذا الوباء. Pour rappel, une dose unique de vaccin suffit pour les personnes infectées au COVID-19 3 à 6 mois avant le jour de leur vaccination, selon la haute autorité sanitaire. إذن حسب كما نتكلم عن السلطات العليا الصحية. حسب السلطات العليا الصحية. Les acheteurs, المشترون طبعا نتكلم عن الverbe acheter. إذن فعل اشترى. Les acheteurs, المشترون doivent ensuite recevoir une fausse injection. يتوجب عليهم عندنا لو فيرب دوفوار اونسويت يتوجب عليهم فيما بعد ريسوفوار ان يتلقوا او يتوصلوا طبعا عندنا لو فيرب ريسوفوار اون فوس انجيكسيون ان يتلقوا جرعه او لقاحا فوس مزورا فات دو سيروم فيزيولوجيك اذا يتم من خلال طبعا المصل الفيزيولوجي الذي تكلمنا عنه فيما سبق في حادثة ما تم حقن الناس خطأ به ثم كما قلنا تم استدعاء الأشخاص الذين حقنوا بهذا المصل ليعيدوا اللقاح كما رأينا في خبر سابق. طبعا هنا سيستعمل نفس هذا المصل للتزوير. طبعا سيأتي الأشخاص المتفق معهم كباقي الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح طبعا بدل أن يحقنوا باللقاح المتوجب استعماله سيتلقون فقط لقاحا بهذا المصل وكما نعرف بأن هذا المصل لا يؤثر على الجسم. إذن les acheteurs doivent ensuite recevoir une fausse injection. إذن المشترون أو المتفق معهم بمعنى آخر doivent ensuite recevoir une fausse injection. يتوجب عليهم طبعا أن يتلقوا لقاحا مزورا fait de sérum physiologique مستعمل عن طريق المصل الفيزيولوجي réalisé par un complice de trafic réalisé يعني يتم بمعنى آخر أو يتم تحقيقه. طبعا نتكلم على réalisation يعني نتكلم عن تحقيق شيء تحقيق هدف أو إنجاز هدف إذن يتم إنجازه réalisé كما نقول منجزا par un complice de trafic إذن منجز من طرف متواطئ في هاد التجارة المحرمة. إذا نتكلم عن incomplice إذا نتكلم عن متواطئ بمعنى آخر أو متواطئ دو ترافيك كما قلنا قبل قليل نتكلم عن تجارة محرمة. إل فا تو بيكي إذا هو سيخيزك بمعنى آخر أنه سيحقنك. إل فا غيا تانجيكتي يعني هو في الحقيقة طبعا هو لن يحقنك بشيء. إل فا غيا إذا هو كما نقول لن يقوم بشيء تانجيكتي فيما يخص اللقاح الفا غيا تانجيكتي. طبعا الاصل هنا عندنا ان نقول الفا تانجيكتي هو سيحقنك. الفا تانجيكتي دو غيا بمعنى اخر اذا هو سيحقنك بلا شيء مادام انه سيحقنك فقط بهذا المصل الفيزيولوجي اسيور لوتور دو لوفر كما يؤكد كاتب العرض كما يؤكد كاتب العرض اسيور يؤكد طبعا عندنا لو فيرب اسيغي يعني انك تؤكد لوتور دو لوفر اذا نتكلم عن كاتب العرض الذي يشرح المساله. لي زانتريسي كونسيديري كوم توتالمون فاكسيني اذا الاشخاص اذا المهتمين لي زانتريسي الذين يهمهم الامر الذين يريدون ان يتلقوا شهاده اللقاح بانهم قد لقحوا وهم في الحقيقة غير ملقحين. إذن هادو هما الذين يهمهم الأمر حسب هاد الإعلان. Les intéressés considérés comme totalement vaccinés. إذن المهتمين considérés المعتبرين comme totalement vaccinés كملقحين بشكل كامل comme totalement vaccinés كملقحين بشكل كامل reçoivent alors إذن يتلقون حينئذ لو فامو سيزام. لو فامو نتكلم عن شيء شهير فامو
نقول عن شخص بأنه فامه يعني أنه شهير ليزانتيريس كونسيديري كوم توتالمون فاكسيني رسوف ألوغ لو فامو سيزام. أشخاص الذين اعتبروا كملقحين بشكل كامل رسوف ألوغ يعني أنهم يتلقون حينئذ لو فامو سيزام. طبعا كلمة سيزام ممكن أن تعني زنجلان، الزنجلان اللي تنعرفو نبات. طبعا كلمة سيزام هنا تعني تلك التعليمات أو تلك الخطط من أجل تجاوز عقبة، عقبة الحصول على الشهادة، والتي يمكن أن نتجاوز بها عدة عقبات. مثلا أن يتحرك الإنسان كيف يشاء، أن يسافر كيف يشاء، إلى غير ذلك من الأمور. إذا طبعا هاد العقبة طبعا سيتم تجاوزها بالأخذ بمجموعة تعليمات ووصايا إلى غير ذلك. إذا هذه تسمى أيضا سيزام. طبعا كما تنعرفوا بأن سيزام في القصة المشهورة سيزام أوفرتوا، إذا سيزام افتح، إذا نتكلم عن شيء يفتح لك الباب. حينئذ يتلقى هؤلاء الأشخاص هاد المفتاح المشهور بمعنى آخر إن أتستاسيون دو فاكسيناسيون. إذا هذا المفتاح هو شهادة التلقيح افيك ان كيو ار كود. إذا طبعا بكود معروف، يتلقى الشخص كود، كما نتكلم هنا عن رقم سري أو ما يشبهه يؤكد تصنيفه ضمن الملقحين. لو بخي دو سيت روز، ثمن هذه الحيلة 400 أورو 400 أورو بما مقداره تقريبا 8000 ريال 4000 درهم. La combine serait également utilisée en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. La combine serait également utilisée en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. La combine, يعني la ruse, يعني الحيلة. Serait également utilisée en Allemagne. طبعا عندنا هنا serait. ماشي soir. Au conditionnel présent. كما تنعرفوا بأن le conditionnel présent كما قلنا يفيد الشك. إذا كما نقول هنا بأن الحيلة سوري إيغالمون ربما هي أيضا يوتيليزي أون ألمان، مستعملة في ألمانيا، أون أنجلتير، في أنجلترا، إي أو زيتازوني، وفي الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هذه الحيلة ربما أن استعملت أيضا في هذه البلدان. إل سو ديفلوب لارجومون سور لو دارك نت. إذا هي تتطور بشكل واسع سور لو دارك نت، على الانترنت السوداء. طبعا دارك بالانجليزية تعني اسود، نت نتكلم على الانترنت. اذا طبعا نتكلم على الجانب الخافي من الانترنت والذي اشرنا له، وهو المجال الاوسع كما يقول المتخصصون. يعني ان الانترنت التي نعرفها بما فيها من فيديوهات ومن مواقع شهيرة الى غير ذلك ومن كل ما ينشر، فهو فقط جزء قليل بالمقارنة بما تخفيه الشبكة. Elle se développe largement. إذا هي تتطور، هذه الحيلة تتطور largement بشكل واسع sur le darknet، على الانترنت. D'après la société de cybersécurité Checkpoint، إذا حسب شركة cybersécurité Checkpoint، كما نتكلم هنا عن شركة متخصصة في الأمن المعلوماتي، سيتي بار ليزيكو المشار إليها من قبل جريدة ليزيكو، دي ديسكسيون أوتور دو لاشا دو فو سيرتيفيكا كونيس أن بون دو 500%. لي ديسكسيون، لو فيرب ديسكوتي المقصود به فعل ناقشة. لي ديسكسيون نتكلم عن النقاشات. لي ديسكسيون أوتور دو لاشا دو فو سيرتيفيكا، إذا نتكلم عن النقاشات حول شراء شهادة مزورة. كونيس أن بون دو 500%، عرفت قفزة مقدارها 500%. إذا هاد النقاشات طبعا حول شراء هاد الشهادات، أنه عرف تطور بما مقداره 500% سيغ لي زابليكاسيون دو ميساجري. نتكلم هنا عن النقاشات التي تمت على تطبيقات الرسائل دوبوي ماي، منذ شهر ماي. إن بارتي دي زاشتور سون سيرفيغي، إذا نتكلم عن جزء من المشترين سون سيرفيغي، يعني انه سيستعملها ربما كما نقول، كما تلاحظوا بان لو فيرب سو سيرفيغ
أيضا مصرف في لو كونديسيونال بريزون des acheteurs s'en serviraient. إذا نتكلم عن مشتر أنهم ربما يستعملونها notamment pour voyager vers l'étranger. يعني سيستعملونها خاصة notamment خاصة pour voyager من أجل السفر vers l'étranger إلى الخارج. Une infirmière soupçonnée de trafic. إذا هنا سنتحدث عن ممرضة مشكوك فيها في التجارة المحرمة. نتكلم هنا عن تسليم شهادات اللقاح. En région parisienne, إذا نتكلم عن المنطقة الباريزية، نتكلم عن منطقة باريس بفرنسا. Une infirmière du centre de vaccination de l'hôpital Sainte-Anne, ممرضة بمركز اللقاح de l'hôpital Sainte-Anne بهذا المستشفى est soupçonnée. يعني أنه مشكوك فيها par sa direction d'avoir بإدارتها établi des certificats vaccinaux أنشأت شهادات تلقيح à des individus n'ayant pas reçu d'injection. إذن كونها أنشأت des certificats vaccinaux أنشأت شهادات تلقيح à des individus n'ayant pas reçu d'injection لأشخاص لم يتلقوا لقاحا لم يتلقوا تلقيحا. Elle aurait inscrit ces personnes à des rendez-vous. إذن هي سجلت. Elle aurait inscrit. إذن نتكلم على الverb inscrire. نتكلم على الverb inscrire هنا. إذن فعل سجل. Elle aurait inscrit. إذن هي سجلت des personnes à des rendez-vous. هي كما نقول هنا ربما أنها سجلت. طبعا نتكلم هنا عن le conditionnel passé. نتكلم هنا لو كونديسيونيل باسي دو فيرب انسكريغ. اذا بنفس الطريقه لو كونديسيونيل دائما يفيد الشك. اذا هي ربما سجلت ال اوغي انسكري سي بيرسون. هي سجلت ربما اشخاصا ادي رونديفو في مواعيد حددت لهم مواعيد اي سيميلي لادمينستراسيون دو لور فاكسان. طبعا سيميلي المقصود به انك تتصنع. سيميلي لادمينستراسيون دو لور فاكسان كما نقول أن تصنعت للإدارة دو لو فاكسان يعني بتلقيحهم. يعني أن قامت أمام الأشخاص طبعا المسؤولين هناك قامت أمامهم بفعل يوحي بأنهم قد تلقوا تلقيحا. إلوغي انسكري سي بيرسون أدي رونديفو إي سيمولي لادمينستراسيون دو لو فاكسان. إذن هي تصنعت طبعا تلقيحهم أمام الإدارة avant de leur délivrer les attestations de vaccination. طبعا قامت بهذا الفعل avant de leur délivrer قبل أن تسلمهم les attestations de vaccination. Les attestations de vaccination شهادات التلقيح. إذا طبعا هي قامت أمام الناس المسؤولين في الإدارة بفعل طبعا قامت وكأنها طبعا عملت نفسها وكأنها تعطيهم لقاحا ثم بعد ذلك سلمتهم شهادات. طبعا هذا بناء على المعلومات السابقة بأن يتقدم الأشخاص ويقولوا بأنهم قد أصيبوا بفيروس كورونا سابقا حتى يتلقوا فقط جرعة واحدة ثم تسلم لهم الشهادة. سي كوليغ أوغي كومونسي أدوتي. إذا سي كوليغ زملاء الممرضة أوغي كومونسي أنهم بدأوا أدوتي في الشك. بدأوا في الشك أون فويون que cette vacataire وهم يرون en voyant وهم يرون que cette vacataire بأن هاد كما نقول موظفة vacataire نتكلم عن الشخص الذي يتسلم أجرته عن طريق ما يسمى la vacation. La vacation نقول مثلا un médecin vacataire. إذا نتكلم عن طبيب أنه يتلقى أجرته في مهمة ما تبعا لعدد الساعات التي يعملها في النهار والمحددة من طرف الإدارة أو من طرف مسؤولين آخرين. كما نتكلم عن هذه الموظفة أو هذه المستعملة في هذا الأمر طبعا والتي تتلقى كما قلنا أجرتها تبعا لعدد الساعات اليومية. سي كوليغ أوغي كومونسي أدوتي أون فويون كو سيت فاكاتير. إذا زملائها بدأوا يشكون وهم يرون أون فويون que cette vacataire بأن هاد المستعملة كما نقول أو المجندة كما نقول arrivée en renfort
طبعا اريفي اون رانفور. طبعا رانفور المقصود به رانفور كما نقول تقديم مساعده. اريفي اون رانفور كما نتكلم عن ممرضه تاتي فقط كمساعده لزملائها، ليست ممرضه رسميه كما نقول. اريفي اون رانفور اذا نتكلم عن ممرضه وصلت كمساعده او موا دو جانفي في شهر جانفي. اوري سودانمون بري اذا هي اخذت فجاه. اوري بري اذا نتكلم هنا على الفار بروندر، هذا فعل اخذ. اوري بري كما نتكلم ايضا عن لو كونديسيونيل باسي، اذا نتكلم ايضا عن الشك. اوري سودانمون بري هي اخذت فجاه دي رونديفو، اذا ربما هي اخذت فجاه دي رونديفو كما نتكلم عن مواعيد. اعطت لكل شخص موعدا او مودو ماي، اعطتهم مواعيد في شهر ماي. اذا هي اخذت ربما بشكل مفاجئ دي رونديفو، اخذت مواعيد او مودو ماي في شهر ماي افيك دي بيرسون، مع اشخاص dont il voulait absolument s'occuper elle-même، التي أرادت قطعا، التي أرادت قطعا absolument s'occuper بأن تهتم elle-même. المقصود هنا elle-même هي نفسها. المقصود هنا بأن أخذت مواعيد مع أشخاص وأرادت في نفس الوقت أن تهتم بهم هي نفسها شخصيا. طبعا الأشخاص الذين يأتون إلى مركز اللقاح يستقبلهم أطباء وممرضين اعتباطا، يعني شخص وراء الآخر، ليس بالضرورة أن هذا الشخص يأتي إلى هذا الممرض بعينه وذاك الشخص يأتي إلى هذا الطبيب بعينه، ليس الأمر هكذا. أشخاص عموما يأتون بشكل اعتباطي، ثم الذي يهم أن الممرضين والأطباء في خدمتهم. قد يلتقي هذا الشخص بذاك الطبيب وقد يلتقي هذا الشخص بذاك الممرض. طبعا هنا هذه الممرضة طبعا التي أتت كما نقول كمساعدة ومؤخرا لتساعد زملاء السابقين، هي فجأة أرادت أن تفرض نفسها وتستقبل أشخاصا بعينهم. إذن هذا أثار الشكوك. الأدوبوي إذن هي منذ ذلك الوقت، عندنا دوبوي دوبوي ثم نذكر الشيء، يعني منذ هذه الفترة مثلا أو منذ ذلك اللقاء. دوبوي لا رونتري يعني منذ الدخول. هنا عندنا دوبوي، كلمة دوبوي منفردة تعني منذ ذلك الوقت. ال ا دوبوي اتي إذن هي كانت منذ ذلك الوقت سيسبوندي، كما نقول معلقة. سيسبوندي معلقة، المقصود أنه تم إيقافها. سيسبوندي طبعا عندنا لو فيرب سيسبوندر، طبعا نتكلم على لو فيرب سيسبوندر يعني علاقة. إذن هنا نتكلم عن هذه الممرضة بأنها أيطي سيسبوندي، أنها علقت، المقصود بأنه تم توقيفها. غوليف فرانس انتير كما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية. لا فابريكاسيون اي لوتيليزاسيون دو فو دوكيمون سون دي ديلي. La fabrication et l'utilisation de faux documents sont des délits. Et dans notre cas, la fabrication. Et dans notre cas, la sénat et l'utilisation استعمال de faux documents استعمال وثائق مزورة sont des délits. Sont des délits. Et dans هي جرائم selon la loi حسب القانون. Le délit de faux au d'usage de faux. Le délit de faux. Et dans notre cas, جريمة تزوير أو ديزاج دو فو، أو جريمة استعمال المزور. إي بوني يعني أن تعاقب. طبعا نتكلم على فيغ بونيغ، ومن كلمة لا بونيسيون يعني العقوبة. إذا هنا عندنا لو فيغ بونيغ فعل عقبة. إي بوني يعني أن تعاقب دو تخوا زون دو بريزون بثلاثة سنوات. إنتاج التزوير أو استعمال التزوير يعاقب صاحبه. هنا عندنا تعاقب، كما نتكلم عن التزوير بأنه يعاقب، المقصود بأنه يعاقب صاحبه دو تخوازون دو بريزون ثلاثة سنوات من السجن اي دو 45000 أورو، اي دو 45000 أورو، وبخمسة وأربعين ألف
أورو دامونت غرامة دامونت كما نقول من الغرامة إذا نتكلم عن 45,000 أورو كغرامة voir plus هنا عندنا voir هذه ماشي لو فيرب voir فعل رأى بل المقصود به هنا voir plus كما نقول أكثر من هذا كما نقول أكثر من هذا plus أكثر من هذا زيادة si le faux document إذا كانت الوثيقة المزورة est habituellement délivrée par une administration إذا كانت بشكل عادي délivrée كانت تعطى أو تسلم par une administration par une administration من قبل إدارة إذا كانت الإدارة ثبت بأنها تعطي هذه الوثائق المزورة تعطي الوثائق المزورة بشكل دوري ومنذ وقت طبعا يمكن أن ترتفع العقوبة إذن كما عندنا هنا le délit de faux au d'usage de faux est puni de 3 ans de prison et de 45,000 euros d'amende voire plus si le faux document est habituellement إذا كانت الوثيقة المزورة est habituellement نتكلم هنا على l'habitude على العادة إذا نتكلم عن الوثيقة المزورة هي على شكل عادة delivery يعني أنها تسلم إذا كان تسليم هذه الوثيقة أخذ شكل العادة par une administration إذا كانت هناك إدارة ما تعطي مثل هذه الوثائق تكون العقوبة أكبر la personne qui fabrique et utilise des faux documents risque les mêmes peines la personne qui fabrique et utilise des faux documents risque les mêmes peines. La personne qui fabrique et utilise des faux documents risque les mêmes peines. الشخص الذي يصنع أو الشخص الذي ينشئ et utilise des faux documents ويستعمل وثائق مزورة risque les mêmes peines. Risque les mêmes peines. يتعرض لنفس العقوبات. إذن هذا فيما يخص المقال كما نلاحظ بأن هناك مستجدات كما نلاحظ بأن هناك جهات ما تريد أن تستغل هذا الموضوع والأهمية التي تعطاه نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله